متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. شركات السيارات الفاخرة تعمل على تصنيع منتجات إضافية بجانب السيارات، وبالطبع مثل سياراتهم تكون أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة لا تصدق أحيانا. مثال على ذلك هي بنتلي بلاتينيوم التي سعرها 45 ألف دولار أي 170 ألف ريال، والتي هي مجرد نظارة شمسية حيث أنتج منها 100 نسخة فقط. وبررت العلامة البريطانية ارتفاع سعرها إلى صناعتها من البلاتين الخالص والذهب الأبيض والزهري. المثال الآخر هي مرسيدس مايباخ دبلومات 1، حيث إنها نظارة شمسية سعرها 60 ألف دولار أي 225 ألف ريال، وقد أنتج منها 50 نسخة فقط، مع صناعتها بشكل يدوي من ذهب عيار 18 قيراط وترصيعها ب 174 ألماسة. شاركونا بأسماء سيارات يمكنكم شراؤها بسعر نظارة بنتلي أو مايباخ.